ومن تصريحات واشنطن يوم أمس. يوم أمس تحدثت عن فرصة أخيرة لإنقاذ الاتفاق مع طهران ومنحت مهلة حتى نهاية هذا الشهر، وكذلك هناك حديث عن إعداد سيناريوهات للطوارئ. ما دلالات هذه التصريحات؟ نعم، تحية لك ولضيفك كل المتابعين. يعني هذه التصريحات أعتقد أنها في مجال يعني التصريح الإعلامي. هناك نعم عدة إشارات ومؤشرات أن هناك يعني نوع من القلق لعدم الوصول للنتيجة التي تريدها واشنطن، والتصريحات التي سمعناها من الرئيس الإيراني في هذا الصدد. ولكن حقيقة هي بمعنى أو بآخر هي تحضيرات للأرض للوصول أو لإعلان الوصول إلى النتيجة. لا ننسى أنه منذ قبل الأسابيع تحدث روبرت مالي عن مفاوضات مباشرة مع إيران. الأسبوع الماضي قامت إدارة بايدن ب يعني تقديم أوامر لإعفاءات عن بعض العقوبات، أغلب العقوبات التي لا تتعلق بالبرنامج النووي التي تم وضعها من قبل الإدارة السابقة. لذلك أعتقد أنه يعني هو نوع من يعني إعطاء إشارة للكونغرس، يعني وضع خطوات للعودة للوراء في حال يعني كان هناك نوع من التعنت الإيراني. ولكن كل المؤشرات داخليا حقيقة تشير أن هناك نوع من الانتريم اجريمنت أو موافقة مؤقتة على يعني نقاط معينة. نعم هناك خلاف، ولكن يعني أعتقد أن الإشارات تشير إلى أننا سوف نسمع أو سنشهد نوع من الانفراج في هذا الملف.